نقدر نقول رسميا فريق اساطير العرب يا اخوان بصدارة الدوري الاسباني الدرجة الاولى بفارق 5 نقاط على المركز الثاني. احنا الحين في نص الدوري وانا بفارق 5 نقاط، تخيلوا باقي نص كامل. ترى مباراة الدوري الاسباني الدرجة الاولى ترى كثيرة، لان عندنا 22 فريق، فعشان كذا عدد الجولات مرة كثير، اتوقع يعدي 43 جولة زي كذا، 44 جولة. انا لازم امسك صدارة اخواني لين اكون بطل الدوري، اوكي؟ لازم هذا الشيء اسويه. اليوم بحاول امشي مباريات كثير، تمام؟ يعني في مباريات كثير بسوي لها محاكاة عشان نمشي كذا شوي، لان المنافسة الوحيدة اللي بقت لي هي الدوري الاسباني الدرجة الاولى فقط. انا طلعت من كاس الملك الحلقه الماضيه، جاني برشلونه يا اخوان، صملت معه لين دقيقه 120، هذا حدي خلاص، هذا حدي خلاص، يعني سلمت الباقي والله. طيب قبل لا نخش بتفاصيل حلقه اليوم، لان في اشياء بقول لكم اياها بالبدايه، وحلقه اليوم ان شاء الله بتكون ممتعه. اشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك، خلاص يا اخوان اتوقع اليوم بكره 400,000، خلاص وصلنا 400,000. اتوقع ان عندي الحين 399 اتوقع او 98 الظاهر زي كذا، فاشترك بالقناه، سبسكرايب عزيزي المتابع. والحين نخش بالتفاصيل. في الحلقه الماضيه فزت ببطوله عبد الله، وش البطوله؟ طيب تعال اكاديميه، والله شوف والله اني فزت ببطوله، ترى تحسب من بطولات النادي. بس صار في الحلقه الماضيه يا اخوان اكتشفت حارس اللي من السودان، هذا الحارس وش اسمه حسان عبد الله، يوصل الى 94. انا لازم العب فيه البطوله القادمه اللي بعد 28 يوم، لازم العب فيه بطولات. ترى هو هذا، انا اكتشفت هذا النظام من المواهب، الحين تلعب فيهم بطولات عشان يتطورون. ماني مستعجل بتصعيده، لان كذا صعدته ممكن الريت عنده ما يزود، خله شوي يجلس في الاكاديميه يتدرب. الارتماء عنده 11 يا عيال، الارتماء عندك 11 ما ادري، فلازم يتطور الارتماء. يعني اذا الارتماء عندك 11 مصيبه، يعني لو انه 30 اوكي ماشيها، بس 11 يلا ما عليه ان شاء الله اني بطوره اكثر. طبعا ما في مباراه مؤكد اني بلعبها ومباراه مو مؤكد اني العبها، فهمتوا؟ حسب ظروف المباريات، يعني مثلا لو خسرت مباراه بلعب اللي بعدها عشان احاول اعدل النتيجه، لو جاء تعثر ولا شيء نحاول نعدل. هذا هو الشهر اللي عندنا، الشهر الجاي وش فيه؟ في رايو، في قادش. عدد اللاعبين العرب بالتشكيله كامله 6 لاعبين، في واحد بالدكه، اما اللي بالاساسيين هم 5. يعني من اول موسم قفلت على 5، ممتاز الصراحه. يعني مدينا حطنا لين 9 تقريبا، لين 9 عشان يكون عندنا 3، لا لين 8 عشان يكون عندي 3 اجانب. بس مديني والله ارفع مستوى التشكيله. يعني اليوم عندنا كاسادو، مثل ما انتم شايفين عندنا كاسادو بالتشكيله بنجربه، بس في البدايه بسوي محاكاه. بس وش المهام اللي عندي؟ اوه قائمه عندي 7 مهام، احتاج اللعب بشكل اكثر انتظاما. هذه المباراه تلعبها؟ طيب صيح اي لاعب عندك، طيب لا تزال تحافظ على مكانك بالتشكيله، صرفه. بس دقيقه، انا هذا حاطه في الانتقال، والله حاطه في قائمه الانتقال، جالس اقول انك بتلعب، ما يدري هو، ما يدري شوي انا بايع عقده، ما يدري. طيب راح نواجه المركز 16، يعني ما اتوقع احتاج العب مركز 16 يا عيال. محاكاه، لا يا حبيبي ابدا يا حبيبي، ما عندي دكه اساسا. كويس 3-1، شوفوا كاسادو صار رسميا سي ام وزاد حبه. طبعا كاسادو اذكركم عقده معي 2 سنين، يمديني اشتريه بعد 2 سنين، حاط شرط اني اشتريه ب 5 مليون فقط بعد 2 سنين، ان شاء الله بعد 2 سنين تكون 5 مليون ولا شيء عندنا، اتمنى يعني. بنحط له صانع العاب، لاعب وسط، لاعب شامل، لعب وسط زود عند الدفاع، انا بحطها اجل. لا سي دي ام ذي، لا انا محاول سي ام، معليش تعال، لاعب شامل اجل. بتكلم كذا بس على السريع، شفت الرقم اللي جوا؟ الرقم اللي جوا اللي هو الارباح 4,800,000، غالبا الرقم الاخضر هذا هو الرقم اللي يزيدونه على ميزانيتك الموسم الجاي، يعني تقريبا هذا الرقم اللي بيجيني على ميزانيه الموسم الجاي، ممكن ميزانيه الموسم الجاي تكون 10 مليون يحطون فوقه 4,800,000، فانا هذا الرقم بحاول ارفعه قد ما اقدر. يعني لو ارفع ل 10 عشان تقريبا الموسم الجاي يكون عندي 18 مليون 20 مليون، بحاول اسوي ذا الشيء، عشان والله سويت تعاقدات مع بعت فيجا يجي مرموش، ترى مرموش هو اللي ابغى اجيبه المهاجم. الحين ننطلق في مباريات اللي عندنا في حلقه اليوم، طبعا المركز الثاني يا ساتر المريه اللي فارق بيني وبينه 5 نقاط، في حال فزت يكون فارق 8 نقاط، ايش رايكم العبها يا عيال؟ انا اقول العبها واحاول افوز عشان المباراه الجايه ارتاح. خلاص اجل نبدا حلقه اليوم بمباراه المريه، بسم الله. عطني فريق المريه يا اخوان، عاد فريق فيه لمسه سعوديه شوي يعني، فريق المريه يعني، بس والله معليش يا اخي لازم افوز. طبعا يا اخوان لي اول مره اجرب اللعبه بالكارير بعد التحديث، يقولون انه معدلوا اشياء كثيره يعني بعد التحديث، فان شاء الله انها تكون اللعبه افضل. فبسم الله، سو مصيده، سو مصيده، اوه المريه وش يسوي ذا يا عيال؟ يا عيال ايش ما لمس الكوره 11 دقيقه، استحواذ 100 عندهم، اوكي حلو، اوه اول مره لمس الكوره بذا المباراه، سلامات. كاسادو حلوه الكوره، روح متعب الحربي، متعب، يا سلام يا سلام، يو فيجا يا سلام، الهدف الاول على فيجا، شلون على فيجا، على المريه، يا سات اوش شو الاحتفاليه ذي، والله غريبه. تخلي الفارق 8 نقاط شيء مهم على المركز الثاني، لازم نركز يا اخوان. الله عليك يا عمره، تدخل بس حلو، لا زال التسلك، تدخل بس التسلك، يا عمري يا عمري يا الحارس، تراني شلت الكوره مرتين ولا زالت معهم، سلامات. اوكي اسلم 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 يا عيال، هذه عرضيه والله، ذي رايحه في الجول، اول لمسات كاسادو معنا، كاسادو يرحم والديك،
اوكي روح روح متعب، شوف الحربي، اوكي شوف الحربي معي. لا ما تنطع الكرة عاد متعب، تكفى رفع التعمري. حلوة 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 والله المريه يطفش يا عيال، استحوذ على الكرة والله، ممكن استحواذ هنا خمسة، هو اللي سجلت فيه جول. اكرم عفيف، حلوة الكرة اكرم، حلوة الكرة. اتوقع انهم ماسكين الكرة عشان ما يعرفون يدافعون يا عيال. شوط اول حلو الصراحة، في فرص بس المريه جالس يدور بالكرة وكذا بدون تفكير. بالله كم استحواذهم، شوف استحواذهم يا عيال، شوف استحواذهم شلون. ايش في؟ وش ذا فيلم؟ وش ذا الهجمة يا عيال؟ اوكي. يا الله والله فرص كثيرة، ترى انا اخاف اتحسف عليها. لازم الهدف الثاني. بديت اخاف انه يجي هدف التعادل لهم. اوكي حلو بالكعب. حلو بالكعب. يا سلام يا المرية، شوفوا عندهم اربع حراس ورا، مو مدافعين. والله كم واحد راجع ورا يا عيال. متعب؟ حربي؟ يو اوفرك. طيب فرص؟ حلو، طيب الفرص يا اخوان. كم فرصة؟ اصبر اصبر اصبر. كسادو 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 مع الكورة، كرة ظهير عند الظهير، حلوة الكورة يا حبيبي يا حبيبي. يا الفرص اقسم بالله جالسين نلعب وسط منطقة الجزاء المرية يا عيال. كسادو يبحث عن حال ما، لأنه متعب والله متعب. الحربي هجوميا عنده حلول يا عيال. اوكي طيب خذ لك رفعة. اوكي يو انت ادخل يا التعمر يدخل يا لأخر اخر 8 دقائق. خلاص خلاص الهم 3 نقاط الحين الصراحة. يعني ما هجموا المرية، احنا دفاعيا كنا ممتازين. اصبر شوي تعمري تعمري، بس يا اخي فرصنا كنت والله استاهل اكثر من هدف، والله يستاهل اكثر من هدف يا عيال. ظاهر شت حول 15 تسديدة والله، ها 5 ركنيات حتى. حلو الكو يا حبيبي، ذولي راجعين ورا، انا ماني بلاقي ولا تسديدة على المرمى. لا تسديدة واحدة صح عندهم، تسديدة واحدة والله يا التعمري. الله يا التعمري تكفى اخيرا الثاني. بسم الله كيف اللعب الرفعات يا عيال. والله رفع ورا رفع رفع ورا رفع. خلاص بصفر الحكم 2-0 يا اخوان. هم وشو جالسين يستحوذون فقط. والله اللعبه احسن بعد التحديث. والله صدق ان اللعبه كانها زينه يا رجال، ما يهم يلعبون باي اسلوب، المهم وشو 3 نقاط. وصار الفارق كم؟ 8 نقاط الحين. مباريات كثيره جايه الحين، يبدينا نسوي لها محاكاه براحه يعني. ما شاء الله التعمري 19 12 هدف، كم اسيست؟ 7 اسيستات. لازم احط له هذه حارس مرمى يا رجل، اللي 11 خلاص يتطور على ذي حارس مرمى على اساس الارتماء يرتفع باكبر قدر ممكن. يلا 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 محاكاه ضد المركز 15. طيب وش فائده انتصارنا؟ طيب يعني خذوا مني 3 نقاط اقسم بالله، والله قار يا اخواني. يلا يلا ابغى زرف نقاط الحين، ابغى زرف نقاط. يلا خذ لك تعادل. لا ومتعب الحربي اللي سجل دقيقه 81، يعني كنا خسرانين من الاساس. طبعا 100% بيفوز المريه يا اخواني، بيرجع الفارق 5 نقاط. انا عارف والله خبره بالكرير. تفضل عز المتابع شوف. يا سلام، لا وصار نقطتين بعد زياده لعبوهم قبلي عشان يصير في ضغط علي. والله يا نتيجه 3-1 يا يصرفونها بالكرير كل شوي، 3-1 2-2 3-1 2-2 كل النتائج زي كذا في الكرير. يا اخي لازم ينزلون تحديث شوي، ايش ذا نوعوا بالنتائج يا ناس. اذا بتخسر فانت بتخسر 3-1، اذا بتتعادل تعادل 2-2. طيب بتفوز 3-1 نفس النتيجه، ما استفدنا شيء يعني، والله ما استفدنا شيء. حلو ذا فريق ضعيف، اتمنى ما يجي تعثر، ما نبغى تعثر تافه. 2-2 ايه الكرير يا اخوان، اتوقع في مشكلة، اتوقع 2-2 3-1 بس هذه هي المحاكاة. حلو ارتفع حبة الحارس ممتاز. ما شاء الله ارتماء صار 12 فارتفع حبة. يا اخوي تكفى تطور اكثر، تكفى يرحم والديك. الفلوس مهمة الموسم القادم، انا جالس تزود ارباحي جالسة تنقص ارباحي. يا اخوان الصرف ليش عالي؟ 5 مليون على الرواتب، انا بيفهم ليش الصرف دائما يغطي على الارباح، اجست افهم هذا الشيء. يعني رواتب وخفضت قيمة النادي وجالسة ترتفع. شيء غريب ان النفقات جالسه تاخذ في مبلغ كبير جالس ينسحب، انا ما ادري من وين. يعني الرواتب طيب خفضتها كل شيء، شيء غريب الصدق. بسم الله لازم مؤتمر صحفي يا اخوان، اهم عنصر عشان تاخذ افضليه بالمحاكاه المؤتمر الصحفي، عشان تزود يعني معنويات الفريق. اوف سؤال جديد، قام باكمال 11 تمريره تبلغ بدقه 92%. اوه شوف شوف كيف تغيرت الاسئله. هل بامكان باسكت تستخدم ما هو افضل؟ يا اخوي جاب لك 92% انت وشو؟ بس يلا يلا خلونا نقول تشجيع فاسكس تقليل من اداء فاسكس. لا الاحتفال بمستوى فاسكس يا عيال، 92% جايب لي دقه تمريرات، ليش اذمه؟ هل تعتقدون ان متعب الحربي، طبعا هو يتكلم عن فريق عن لاعب ترى فريق الخصم، يا حبيبي متعب الحربي بشجع والله صدق بشجع. شوفوا هجوميا اسطوره متعب الحربي، دفاعيا ترى احيانا يعني ما يكون موجود بالدفاع،
صاله هجوميا فتاك. يا اخي انا كان ودي شيء يحفز كل الفريق. لا تقوم الكثير من الفرق بتحضير فريقها بالطريقه التي تعتمدها. هل اعتاد اكرم عفيفي على متطلباتك وكيف تعامله مع الامر؟ والله شوف يعني احنا وين وصلنا، يعني عدينا نص الموسم بشوي، يعني مستوى اكرم عفيف الصراحه انا اقول احتفال بمستوى اكرم عفيف، يعني مستوى يا عيال ممتاز والله الصدق. ان شاء الله اني رفعت معنويات الفريق. الحين كيف معنويات الفريق يا عيال؟ سعيد مو بسعيد، خلينا نشوف الفريق كيف معنويات. معنويات حلو حلو خضره، يا 2-2 يا 3-1 1-1. طيب دقيقه وتغيرت النتيجه، اوكي نحتفل بس ليش تعادل مع الاخير بالدوري؟ الفارق يا اخوان مثل ما انتم شايفين لازال 5 نقاط، تعثر بايخ الصراحه كان. يا اخي مباراه مهمه، يرحم والديك، ماخذ لي لاعبين من قطر. 3-0 الحمد لله ما سجلوا واحد. فيجا هدفين في اول 10 دقائق، مجنون. بعدين الدقيقه 50 تشكيله الاسبوع فيها فيجا كويس ومتعب الحربي، وعندنا الاربي وفاسكيز في مركز السي ام. وصلنا لبطوله الشباب، مهم العبها عشان الحارس، فنقول بسم الله وبلعبها على السريع. تمام، يعني بعطيكم مقتطفات من الاهداف واللقطات المهمه في بطوله الاكاديميه. بسم الله، الله عليك الهدف الاول، يا سلام عليك. بس توني استوعب شيء يا عيال، يعني اذا صعدنا الدوري الاسباني بنباري لماسيا. والله صدق بنباري انا اكثر شيء متحمس بالاكاديميه اني باري لماسيا الصدق، يعني افضل من لماسيا طبعا، يعني بس عشان اكد كلامي لكم في الحلقه الماضيه. اوكي حلو الكوره، شفت لماسيا ما يسوون زي كذا، ما يعرفون ابدا. اشوا يا والله الارتماء 12 شيء يخوف الصدق. لا كويس والله عنده تصديات يا عيال، عنده تصديات. خلاص يا اخوان باقي 4 ثواني، هذه اهم لقطات صراحه في المباراه، يعني بعد مو بكل المباريات بنلعبها بالتفصيل. خلاص يا حكم، الى نصف النهائي من بطوله الشباب. نشيك بس على تطور اللاعب، اوكي شوفوا ترى يمدينا نشيك على تطور اللاعبين. صار 13 بعد الجيم اللي قبل شوي، على طول زاد حبه وصار 49. والله يتطورون. انفراده عبد احمد استهبل. طيب خذ لك دبل يا عمري، يا احمد بس اطلع حارس، خلينا نختبرك بالخروج يا الحارس. طب خلينا نجربه هجوميا يا عيال. اوكي يا عمري الدربل، اوف والله يعتبر اعطى اسيست يا عيال الحارس. اوكي ورش الاكاديميات الضعيفه ذي. انا احس نفسي اني قوي عشان الاكاديميات ضعيفه. انت مصدق جالس تتحدى لماسي يا عبد الله؟ اوكي والله شكلي اذا جتك لماسي بتفرشك يا حبيبي. الاكاديميه تلعب ضده اقسم بالله، ولا يوه دورة رمضانية ذي يا عيال. خلاص يا اخوان ثانية واحدة، اصبر اخر هجمة. طيب يلا ما عليه، برضو 2-0 يا اخوان الى النهائي. والله ما في مستوى الصراحة الاكاديميات، انا انتظر بس متى نصعد ابدا باري اكاديمية برشلونة اتلتيكو مدريد زي كذا، فهمتوا؟ اي يعني الاكاديميات هذه ما هي بمستوى إلشي. إلشي كانت قادش في النهائي المرة الماضية، ما في مشكلة خش إلشي، خش على إلشي وانا واثق باذن الله اني بكون بطل البطولة الثانية عندنا في الموسم. اي يا شيخ عندنا بطولتين. اوكي جيب الكرة. طيب خذ لك بورشات من البداية. جول زحف يا عيال، خطير الكرة، اطلع يا عمري الخروج يا حبيبي، مزعتها في وجه الولد يا حارسنا، فقع وجه الولد. بس ما في مشكلة يطلع الحارس ويلعب كرة عالية. الله على الحارس. اوكي يو جولي اشوى صورة تبريرة حلوة من الحارس. يا ساتر يوه حرام تسلل خطير، اقفل عليه يا عمري ما فيها فاول ولا فيها شيء، بس قم خذ لك باص سيء. 1-0 بس في ذا الجيم صراحه، يعني جيم نهائي اكيد بيكون شوي غثيث. اوكي بس اخر فرصه يا عمري 2 اي اشوى يا حبيبي. اي وش النتائج تتكرر ذي غريبه، من الربع الى النهائي وانه 2-2. العموم صفر وهات ثاني بطوله عندنا في الموسم يا اخي، ترى بطولات كثيره خزينة النادي ما راح تكفي البطولات هذه. طيب تطور اللاعبين، في احد زاد؟ في احد وصل 50 مثلا؟ اوكي لا يبيلهم شوي شغل. طيب ما في مشكله، اشتغلوا اكثر من كذا. يعني إلشي خلصنا على اكاديميتكم، تجونا بالدوري، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ترى ما عندي مشكله دوري 2-2. والله شيء غريب يا عيال، ايش قصه 2-2 ذي؟ والله ما ادري ايش اقول الصراحه. طيب ليفانتي هي اللي بلعبها يا اخوان، ليفانتي مركز الثالث، لازم العب هذه المباراه، بتكون مباراه صعبه، انا اتوقع هذه المباراه بتكون مباراه صعبه، فلازم نلعبها ونحاول ننتصر باذن الله. ان شاء الله اذا انتصرت في هذه المباراه بحاول انتصر، اذا انتصرت بسوي محاكاه بشكل كبير الين على الاقل يعني جولات متاخره شوي بالدوري، عشان الحلقه القادمه بتكون حسم الدوري. عاد ان شاء الله ان اذا سويت محاكاه ما اتعثر وكذا وانزل المركز الثاني. يلا يا رجال يا عمري فيجا اي تحفيز. انتصار مهم في هذه المباراة، انتصار مهم بالطقم الاحمر. بسم الله فيجا على طول هروب. اوكي وش ذا الثقل اللي في فيجا؟ طيب ما في مشكلة على طول نبغى جول على طول تعمري. والله مدافع مركز، هذه المباراة مهمة يا علي، بيصير فيها انتقال زمني
بعدها انتقال زمني كبير، فلازم الانتصار في هذه المباراة. طيب شوف عينك على مين؟ أكرم عفيف ضربت في وجهه. اليوم ما غير تفقع وجيه اللعيبة، ما أدري إيش السالفة. مورالس مورالس الله يبلشك يا عيال. أوه بورشوت يا عمري الحارس، ترى ما يشوت لاعب بورشوت إلا إذا وشو إلا إذا عند البيرك أساسا. سوونا في الفوت ذي. أوكي فاسكيس، شفت شفتوا شفت خطورة يا إخوان ليفانتي، شفت خطورة ليفانتي. كرة عالية إن شاء الله إنها مي بسيئة وبتوصل طريقة ممتازة يا عمري. التعمري 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 بلنتي ولا ما يمشي؟ يا ساتر يا ساتر، ارجع ارجع احشر مورالس ذا. وش ذا مورالس هو اللي بيبلشني في الجيم. اكرم عفيف اكرم عفيف هربة. يا الله ما علي ما علي، لازالت معنا لازالت معنا. موسى موسى يا عيني يا موسى، هذا هجوميا سيء. اقول روح من جهة متعب الحربي لانه هجوميا ممتاز، غير جهة العب متعب الحربي. اوكي متعب 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 متعب. الركنية الاولى والله مباراة يا يعني واضح انها صعبة. تكفى تكفى خش يا حبيبي، عطني عطني اللاعب اللي عنده الكورة، تعطيني اخر لاعب بالملعب. والله مباراة صعبة والله مباراة صعبة. ارجع معه ارجع معه، انا ما بلشني الا مورالس الصدق. تعرف كذا في لاعب عله يبلشك بالفريق. اوكي 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 خش عليه يا عمري يا شيخ. طيب خذ لك مرتدة خطيرة. لا يا المجبري لعبة ضعيفة، لا يا المساحات مورالس. ها يوم شفت خوينا اللي من السودان جاي صرت تصد الحين يا الحارس. لا لا بس والله هو يصد من اول يعني، بس دريت ان في منافس لك جاي من الاكاديمية. شفت كيف المنافسة تخلي لعيبتك كلهم يقاتلون على المركز الاساسي. طيب خلاص صفر انها الشوط الاول. اذا تبون الصدق ليفانتي اخطر مني، ثلاث اربع فرص محققة على المرمى. اوكي اكرم اكرم عف... الله اكرم عفيف راح، اكرم عفيف راح، اكرم عفيف راح. معي فاسكس معي فيجا اقصد. تدرون انك والله غدرت فيني يا فيجا يا مريض. فيلاسكيس طلع اسمه انا حسبه فاسكيس. طيب اكرم عفيف اكرم عفيف اسمه اكرم جول، اسمه اكرم جول. اشوف يشوت من هنا، والله وش يضيعون وقت ذولي. في احد يشوت من هنا؟ امسكها. ايش في؟ الجيم مفقوع ذا. يا عيال الكوره عنده المفروض ياخذها لنا. انتظرها لين الله يقلع ابليسك، انتظرها لين يا عيال طلعت من منطقة بعدين شاتها. حرام عليك يا اخي والله حرام عليك. اخر دقيقة اخر دقيقة، باقي امل باقي امل. اوكي باقي امل. تعمري اوكي حلوة الكورة حلوة الكورة. اكرم عفيف خلاص صفر. والله يا عيال جيم ما اذا تبون الصدق مشاعر سلبية بعد الجيم. حرام والله والله تعادل كم يخلي الفارق؟ ثلاث نقاط، ثلاث كان المفروض يكون خمس وانطلق هو خمس. طيب ابى اسوي انطلاقة اجل الثلاث مباريات هذه تمام؟ الله يستر. بنروح الى مباراة ملقا، خلونا نقول الى مباراة ملقا. اربع مباريات، خلونا نشوف المحاكاة وش مخبيت لنا. عدد الجولات كبير لازم اسوي انطلاقة زي كذا. هوسكا هوسكا الله عليكم. ايه طيب شوف الانتصار يوترك، المباراة اللي بعدها تقول انها تعثر. الله يستر والله من الكارير ذا. اوكي 2-2 طلعت النتيجة على اليمين، 2-2 طلعوها بالاخبار 2-2. ترى على اليمين تطلع النتيجة قبل لا تجي على اليسار احيانا، وصارت قبل شوي. 2-0 شفت فزنا 2-0. والله شوفوا يعني الواحد انا والله اني شفت يا عيال 2 شلون صارت 5. اوكي حلو حلو فزنا بس صدق انا خسرت 5 خسرت 5 تمام، 5-2 بالمحاكاة ما في مشكلة. بس الخبر مو كان مكتوب فيه 2-0 يا رجال. والله ان في خبر كان 2-0، اقسم بالله في خبر كان 2-0 يا عيال اختفى. طيب ما في مشكله، ممكن انا ملخبطه وما شفت كويس، بشوفها بالمونتاج. طيب الصراحه بروح لمباراه ملقا تمام، بشوف في مباراه ملقا اذا امشي بالمحاكاه او اني ارجع العب مباريات. بشيك على المركز الثاني يعني كم صار عنده ملقا. مركز 19 يا ناس 19، يعني الفارق نقطه واحده. اوكي الانتصار جدا مهم يا عيال. ليفانتي في المركز الثاني بنقطه واحده بنقطه واحده. خساره الخمسه الصراحه لخبطت الاوراق. يا سلام يا عمري الفوز يا شيخ اللي طيب الخاطر بالاربعه. حلو ذا جاء حظ من ليفانتي. تكفى تكفى اصبر اصبر. لا تدري برضه بالقليل، انا خفت اخش مفاوضات انا هذا ابغاه يطلع يا عيال ابغاه يطلع. طيب هذا انتقال وهذا انتقال، خلصوا اللعيبه ما شاء الله علي. انا ببيع كل اللعيبه بس ما عليكم، انا ببيعهم الموسم القادم ان شاء الله بيتعبون وينتعش فريق بالعرب باذن الله يا اخوان. الفارق كم؟ الفارق اربع نقاط. طيب بس وصلنا جوله 38 بقى 1-2
ثلاثة أربع جولات في الحلقة القادمة مع فارق أربع نقاط، يعني ما في شيء ينحسم ما في شيء ينحسم عزيزي المتابع في الحلقة الجاية. هل أنا بطل الدوري؟ هل أنا بصعد أصلاً؟ يمكن يصير شيء ولا أصعد يا عيال، يمكن أروح تصفيات بالغلط، لأن الأول والثاني صعدوني بشكل مباشر، الثالث ترى ممكن أكون الثالث. أربع مباريات مصيرية يا إخوان، فعندي أربع مباريات، يا أكون بطل يا إن شاء الله أني متأهل إلى الدوري الأسباني بإذن الله. و400 ألف خلاص على الأبواب يا إخوان، لايك على المقطع عشان يعني المقطع ينتشر أكثر، حط لايك. مواقع التواصل الاجتماعي تحت في الديسكريبشن، ضفني عزيزي المتابع. فبس هذا كان عندنا، نسألك الاشتراك. مع السلامة.